السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن، الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وهي علي بن شيخ يوجه رسالة للقاسية لمدرب المنتخب سونيا. مدرب منتخب سونيا، سبحان الله، بكل ما يعني بكل معايير وبكل مقاييس كي توزنها تصيبها هي. ما التاريخ أخويا، هذه حقيقة رانا نهضروا فيها، رانا نشوفوا فيها. يعني الناس اللي راحوا لصياد بغاو يدخلوا يتصوروا قالك لازم تفوت عندها السكانر، السكانر تاع لي سوني هذيك تاع ميجي فيها تي تي، تكون رابد مفتاح ولا تكون رابد خدمي ولا بوشية ولا تكون رابد حاجة تحتك، هي تصوني عليك كيما هكا، لازم تفوت عندها باش تدخل. هذه باش وكاين اللي تنمد الدراهم مسكين، كاين اللي يتهلى، كاين اللي تهلا باش تدخل تصور. هذه هي تا ولا داك قوس قزح ولا يدخل في الغاشي، قوس قزح ولا يدخل في الغاشي اللي كيما سونار. اودي ومن بعد يخرجوا يدلك هاك او يقول لك هذا المدرب قطع عليهم السقيه. ودي حنايا ما ركبنا في طياره، ما روحنا للوتيل، انايا الحمد لله يا ربي كنت نروح نتفرج من بعد عند الستاد، ندخل المحامره، والله لا ندخل المحامره، ناس يعرفونا لنا يا ودي الحمد لله يا ربي يعرفونا، كنا ندخلوا محامره ما كاشي، ما تاكلين على توا، تاكلين على ربي، والله لا كنا ندخلوا محامره. هما الهضره لي هضره، هما فيهم يبغوا يلصقوها في يدلك هاك، هاو قطعوا عليهم، شكون قطع علينا انا؟ انا قلت لكم ونعاود لكم، انا ما كنت خاسر وربحت، ما كنت رابح وخسرت. هذه هي علي بن الشيخ عنده الحق، شرا يهدر علي بن الشيخ عنده الحق، خاطش علي بن الشيخ نتوما على ما تعرف على ما علاه كرهتوه، قال لكم في متاع دالاس راه يلعب، قال لكم في متاع دالاس، وقلنا هالكم نتوما على هذيك تكرهونا، قلنا احنا فايقين بكم، نعرفوكم، نعرفوكم باللي زمامير صفارات تصفروا بزاف، نعرفوكم باللي صفارات تاع في متاع دالاس تاع الماتش يتعاود. اللي كذبتوا على المشاهدين تاعكم، ماشي علينا احنا، كذبتوا على المشاهدين تاعكم، الناس اللي مأمنين فيكم كي راهم يشوفوا فيكم برك هذا مكان، كي راهم يشوفوا فيكم غلطتوا دراري صغار، شا تقولوا شا يقولوا هذو اللي كانوا اللي أمنوكم قالوا لكم قلتوا لهم الماتش تعاود والناس مأمنة معاكم وداروكم مجاهدين، وين داروكم مجاهدين؟ داروكم زعما راكم تجاهدوا، راكم مش عاكرة هذيك الأخرى ذيك العاهيرة كانت تطيب بالكم عند الباب تاع تدلك لكم في الكسرة وتعطيكم وتقول لكم مالك وخوتي روحوا ربي راه معاكم، كانت تدلك لكم عند كسرة صنعتوا لها كوشة تاع عرب وتخدم لكم، تخدم لكم الخبز وانتم تعيطوا ديروا في حرب امام الاخرى بالحزاق بالحزاق. وانا قلت لكم في رمضان قلت لكم روحوا لموا الشعر فما تسيبوه، اول مره مير وحطوا للفيفا قلت لكم غادي تجيبوا الشعر وتجوا جايين، وذ الخطره روحوا عند عند الاخر عند احمد يعطيكم ملايين لكم كرتون تاع الشعر دايره لومبالاج غادي يرسلوا لكم كل واحد يدي حقه تاع الشعر. انا نقولها لكم بن الشيخ عنده الحق، مدرب هذا فشل وفشل في كاع النقاط تاعو، وهرد لنا ليكيب ناسيونال، رد لنا ليكيب ناسيونال ما كان والو بسبب الفلسفة تاعو. الناس اللي كانوا يقول لك بلي وين راكم انتوما، اي اروح نقول لكم وين راكم انتوما اللي كنتوا تقولوا لا لا ما تزيدش خليها كيما هاك لا واي، وين راكم؟ علاه اليوم راكم قاعد تقولوا بلي تجديد؟ والنهار اللي كنا نقولوا لكم انتوما لي باج اللي رانا نشوفو فيهم لي باج تاع فيسبوك صحاب السفارة، هذو هما صحاب السفارة، يعني يزمروا هذو يزمروا. نهار الاول انا كنتو تكتبوا تقولوا لا ما يجيبش، لو كان يجيب لنا الشابه صعبه ماشي كنتو تقولوا فيها؟ ماشي كنتو تقولوا لنا كيما هاك؟ علاه نتوما كيف اليوم درتوا؟ علاه درتوا؟ من اجل ماذا؟ شكون هو؟ ها نتوما كوم انا مش انا عارفين نتوما من اجل المدرب تاعكم ماشي من اجل الجزائر، من اجل بقاء هذا المدرب، البقاء تاعو غادي يزيد يهلك ليكيب ناسيونال. كان اللي قال لك بلي غادي يرجع الشخصيه تاعو القويه اللي كان بها، يا ودي الناس شافت كيما انت راك تشوف بلي بلايلي ولا شيكور، بن سبعيني ولا شيكور، الناس ولات شواكره، هما لا هذو اللعابه لهم جايين، هم شايفين بلي المدرب ما حقق حتى نقاط،
قال بلي ديلور ما عندي ما ندير به ما دامني انا في الجزائر جابه. قال بلي عوار غير نساوه جاي عوار راه جاي. بابات اي تنوري مي بغى يمدلو الخامسه دار له في وجهه في لونتيل في ليل وجا خارج راه جايب ولده ذراع خاطر عليه ولده جزائري وامه جزائريه ويلعبوا في الجزائر. هذه هي هالنقاط تاعكم انتوما اللي كاع اللي دارهم واللي كنتوا تهضروا بهم من قبل كاع قص على بالك كي دار لكم. انا على قلت لكم قلت لكم ما تمشوش معاه بغيه بصح ماشي كيما يهدر تخرجوا انتوما تحسبوا بلي واحد صايك واحد راح مرسوم مدرب انتوما قال بلي ما عندي ما عندي بصح انت ما تخرجش تعاير عوار خرجتوا لي تعايروا في عوار نعرفهم كاين الارشيف تاعكم على بالكم بلي كاين الارشيف تاعكم كنتوا تعايروا في عوار عايرتوا ايت نوري عايرتوا قويلي عايرتوا خلعتونا وليتوا تعايروا في الناس الثامن تعاير فيه تخون فيه مدرب يدي 278 الف اورو وحارمنا من اللاعبين من اجل مشروع تاع صاحبه هماكم وميثاقوا به ثاقوا به وعرفوا بلي عرف بلي ودي الريش قاع طاله خرج يجري قال لكم عوار وايت نوري جايين او انت كنت تقول بلي لازم كتابيا لازم يرسلوا كتابيا ونقراها نشوفها ويعلنوا لازم هما يعلنوا بلي رانا باغيين نجوا نلعبوا في الجزائر لازم هما يقولوا يعطوا الراي تاعهم. انا نقول لك ما كان لا راي لا والو ما كي داروا لك قاسوك في الماء انت المدرب قاسوك في الماء مونير دبيشي وجماعه هما اللي راحوا بدلوا لهم غيروا لهم الجنسيه تاعهم ما داروا والو هما اللعابه راهم يترينوا مدوا الوثائق تاعهم الملفات تاعهم والاتحاديه اللي دارت ايا خرج قول لا نتحداك تقول لا. وين وجه الدولي الجزائري الاسبق علي بن شيخ رساله قاسيه الى هذا المدرب بعد عودته الحديث مرة أخرى عن مسألة بقائه على رأس الجهاز الفني للخضوة كلها وكل ما أثر حول تجديد عقده وفق الشروط الأخرى من عدمها مؤكد بأن كان على هذا المدرب تقديم استقالته بعد الفشل في التأهل لكأس العالم بدل إثارة الجدال مرة أخرى بخصوص بقائه من عدمه. وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم استقر منذ مدة كما أشارت إليه المواقع في حينها على تمديد هذا العقد الذي ينتهي نهاية شهر جاري لغاية صيف 2026 اللي مكاش منها. أنا نقول لكم والله ما كان منها كاع مكاش كاع منها يعني أنا نقول لكم زادوه عام غادي من 2023 تبدا له لو برومي جونفي تكمل لها تكمل له مين يكمل تكمل له في الإخ كيما يخسر تكمل يا ودي والله مع النيجر كو يخسر يغلط مع النيجر عقلوا عليها مليش راني نقول يغلط مع النيجر وتشوفوا عقلوا عليها غادي في مارس يلعب مع النيجر يغلط مع النيجر راح يغلط غير تنقرف راح ما كاينش اللي غادي يرفده. انا نقول لك فوتوها له تاع كوب دافريك فوتوا له هذه تاع كوب ديموند زادوه والعقد تاعو فيه بزاف شروط فيه بزاف شروط فيه بزاف شروط العقد تاعو والله لا فيه بزاف شروط. انا نقول لكم ماشي كاع اللي نعرفو انا هضره بصح راني عطيتكم واحد النقاط باللي حاكم الدان هو اللي حاسبو يعطيه ماشي كيما جاب كوب دافريك مكاش التقرير خسر مكاش التقرير دار تربصات مكاش التقرير راه تقاتو في قريش يقول لكم روحوا روح انتو في قريش يقول لكم الا عنده تقرير الا المدرب دار تقرير مكاش تقرير كاع لا تاع تربص لا طريقة لا خريطة الطريق ما كان والو ما كان والو ما كان والو عاودوا ولاو الخريطة الطريق تاع الحاج محمد راو راوا اللي غادي يعاودوا يقلعوا بها بصح المدرب ما راهمش يعني ما راهمش دايرين فيه 100% هذا المدرب يعني راهم خليينه خلاوه يعني بيزيدوه بيزيدوه يعني بيزيدوه شويه ملح من 2024 بصح ا كونديسيون يعني يغلط تغلط تغلط امام النيجر. انا راني نقول لك وانت راه على بالك انا راني نقول لك وانت راه على بالك والناس راه على بالهم بزاف راه على بالهم يعني تغلط راح 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 مشري راح اي فوبا وحده تغلط راح مع النيجر مع اوغندا مع تنزانيا غادي تولي تلعب وتبكي تولي تبكي للعابه هذه وتاع محرز محرز ما راش باغيك كو يهدر في كو يهدر راخر كسموه تاعنا حافظ الدراجي والله العظيم ما تأمنوش كاين والله ما تأمنوش كاين كو يهدر حافظ الدراجي
بالصحابة الرادي قاسيكم قال لكم كاع مزيان معليش عايروا وهضروا معليش. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو وفانيك اللي مشي ابوني معنا وربي يحفظكم خالتي صحيتكم.